السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت لكم بواحد الكيكه جديده نشاركها معكم تاع العيد الميلاد، كتجي بنينه بزاف ورائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، عندي هنا 125 غرام نتاع الزبده، عندي هنا كاس نتاع سنيده ما يعادل 80 غرام، عندي واحد الكيس نتاع الفاني، واحد البيضه، وهنا عندي 250 غرام نتاع الدقيق ما يعادل جوج كيسان د العنبة وربع، وهنا عندي اللوز والقرقاع طحنتهم كما كتشوفوا بحال هكا. المهم فاش غادي ندير غادي تشوفوا شحال غادي ندير. هنا عندي غير واحد الكميه حيت ما عبرتش، غادي ندير بالملعقه وغادي نشوف شحال غادي ندير الكميه نتاع اللوز والقرقاع. حمرتهم وطحنتهم في المونين اكس، غادي نوضح هاد الزبده تكون بحراره المطبخ باش تجيكم سهله في الخدمه. غادي نزيد عليه سكر سنيده، باش نبغي نفضل ديما اللوز والكركاع تيجي بنين في هاد الكاطويا ديالنا، كتجي لذيذه بزاف. بسم الله، غادي نخدمهم مزيان حتى تولي ليا بحال بوماده بحال هكا. نخدمها مزيان من بعد ما دخلت هذيك السكر ديالي تاع سنيده مع الزبده ديالي مزيان. غادي نزيد هذيك البيضه، غادي نخلط كلشي. نحطها مع الزبده، من بعد غادي نجيب كما قلت لكم اللوز والكركاع مطحونين كما كتلاحظوا معايا، هي الملعقه الاولى مملوءه والثانيه والثالثه يكونوا مملوئين مزيان. نخلطهم كما كانوا شفتوا الفرن ما بغاش يديرهم، ممكن ما يديرهمش، المهم انا كنفضل نديرهم. قلت لكم بانهم كتعطيه واحد الذره رائعه لهذا الصابلي نتاع هاد الكاطوني اللي غادي ندير. بعد غادي نجيب الدقيق شويه بشويه، وهي غادي ما خصنيش ندلكو، خصني غير نجمع به العجينه، ما خصنيش كاع ندلك العجينه، غير نجمعها بحال هكا. تلاحظوا غادي نزيد الكميه اللي بقات لي، ديما تنقول لكم على حساب نوعيه الدقيق. انا فاش جمعت العجينه بقيت خصني مازال نزيد الدقيق، مازال ما جمعت لي العجين ديالي. جبت واحد الكاس نتاع العنبه مملوء وغنزيد شويه بشويه حتى نشوف واش العجينه ديالي غادي تجمع لي خاصها تجي رطبه على حسب نوعيه الدقيق. كان الدقيق اللي كيتشرب الدقيق اللي ما كيتشربش، غادي نزيد شويه مهم. غادي نزيد زدت هذاك الكاس كامل نتاع الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق كي داير. من بعد انتما كما كتشوفوا كتلاحظوا معايا كتجي العجينه رطبه. غادي نجيب هنايا واحد السلوفان اللي ما كانش عندي، ندير غير بلاستيكه نديرها بحال هكا فوق سطح العمل، وغادي نجيب الصابلي ديالي وغادي نوضعو هنايا وغادي نديرو عليه وغادي نخليه مدة نصف ساعة تلاجة. بغيت نذكر معاكم هذاك اللوز والكركاع، اللوز راني درتو بالقشرة ديالو، راني محيدتلوش القشرة، حمرتو بالقشرة وطحنتو بالقشرة ديالو ونتلاقى من بعد ما خرجها من التلاجة. من بعد ما رسحت العجينه ديالي نتاع الصابلي غادي نقسمها على جوج بحال هكا، وغادي ندير هاد النصف، غادي نجيب واحد ورق الطبخ غادي نحطه بحال هكا. من بعد غادي نجيب واحد ورق الطبخ منه بحال هكا وغادي نوضعو
غادي نجيب التلاك ديالنا ونطلق نطلق على هكا نطلق العجينة تاع الصابلي ديالي. من بعد جبتها نتوما نمرة 4، نتوما أي نمرة بغيتو، اللي بغا يدير الحرف يدير الحرف. هادي طبعتها عند صحاب لي يديرو الفوتوكوبي. غادي نجيب نقص وغادي نحيد هاد الزائد هذا كما كتلاحظو معايا، غادي نخلي غير الرقم نتاع 4. من بعد ما قطعت النيميرو ديالي كما كتشوفوا، غادي نجيب الموس وغادي نتبع كاع هادوك الجنيبات بحال هكا. العمليه راه ساهله كما كتلاحظوا معايا، حتى نكمل كاع النمره ديالي. هانتوما كما كتلاحظوا معايا، غادي نديرها دابا في الصينيه نتاع الفرن وغادي ندخلها للفران وندير الشكل نزيد وحده اخرى بحالها ونتلاقاو فاش تخرج من الفران ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. من بعد ما درنا الصابلي ديالنا كادي طيب كادي يطيب في الفران، جبت هنا عندي 600 مليلتر من القشده، عفوا من الكريم شونتيي، خويه عندي واحد الكيس نتاع الفاني وغادي ندير نكا نتاع الكراميل. هادي اختياريه، الا بغيتي ديروها الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، كتعطيها واحد اللذه زوينه وبنينه. ضروري لا كريم شونتي ديالنا خاصها تكون بارده. وغادي نجيب خلاط الكهربائي ديالنا من بعد جبت اي عندكم اي جبن كريمي ماسكاربون ولا شي حاجه، انا الماسكاربون تيكون غالي ديما كنعوضو بجبلي، حتى هو كيعطيه واحد اللذه بنينه بزاف ورائعه. نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نطلع على كريم شونتي تاعنا. من بعد هانتوما كما كتلاحظوا راها الكريمه ديالي جاهزه، هانتوما قلبتو وما تقلبش. درت هذيك الجبن نتاع جبلي كله ودابا غادي نديرو فواحد البوش ونطلق. هانتوما كما كتلاحظوا بعد ما طابت ليا هانتوما الصابلي ديالي، انا شويه حمرتو من الاحسن ما يتحمرش، جبتو ضعت لتحت درتو فواحد البلاطو والكريمه ديالي هي درتها فواحد البوش، درت واحد البوق بحال هكا كما كتلاحظوا. وغادي نبدا بسم الله بركه الله، غادي نبدا نضيف بحال هكا. بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كملتها كما كتلاحظوا معايا جبت هنايا اللوز والكركاح اختياري، نديرو هكا وقبل الكيكه بحال هكا وقبل الكريمه نتاعي بحال هكا كاع نديرو بحال هكا من الفوق. من بعد جبت الصابلي ديالي الثاني وغادي ندير نفس الطريقه بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، نكمل بنفس الطريقه بحال هكا. راه العمليه سهله وكتجي بنينه بزاف ورائعه، ديروها لوليداتكم في عيد الميلاد. غادي نستمر تنكمل بالقلب نتاعي. من بعد غادي نزوق تزيين اختياري، بغيت نشارك معكم راني بديت قلت نشارك معكم التزيين. غادي نزينها بالشوكولا وبالشوكولا ولا لي كان عندكم اي كاطو اي حلوه، المهم انا بغيت نشارك معكم بحال هكا التزيين ديال بالكم اختياري شنو ما كان عندكم متواجد في البيت.
بعد جبت الشوكولاته هذه، هي هذه كيندير قسمتها على جوج، نتوما كما كتلاحظوا معايا جبت هاد الوريضات غادي نديرهم حتى هما هنايا بحال هكا نحطهم عاود غادي نجيب الكاطو بحال هكا. مهم التزيين اختياري، كل واحد قلت لكم اللي كان عنده متوفر في البيت. نجيب هاد الوريضات حتى هما نضعهم هكا وهما نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيك ديالنا، هتشوفوا كي كيجي، كيجي بنين بزاف وزوين. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. اللي ما بغاش يدير صابلي مكلو بلاصه صابلي يدير لا جينواز، راه عندي فواحد لا فيديو. ولي اول مره غادي يزور القناه ما ينساش يدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.